عن تجربة ان انت الديت شد في الزملاء اللي مشاركين في الفيلم وان هو اغلبه شباب. طبعا انا متحمس جدا لتجربه الفيلم النهارده لانها تجربه شبابيه وانا بتحمس للتجارب الشبابيه وبشوف ان هم عندهم القدره ان هم حققوا كتير لسه احنا ما شفناهوش. انا دايما بشوف ان الواحد طالما لسه ما شفناش كل اللي عنده يبقى هو لسه هيقدر يحقق, ودي شباب لسه تقدر تحقق كل اللي عندها. هم اصبحوا نجوم طبعا دلوقتي, ولكن لو بنكمل عامل السن فهم لسه شباب ويقدروا يحققوا كتير جدا باذن الله. طب بالنسبه للايام الجايه خلاص 13 اكتوبر قرب وذكرى الفنان الكبير بإذن الله. ذكرياتك بقى وزي بتحيي. طبعا انا شهر اكتوبر ده يعني ما بيكئبني للاسف لان انا كان مرتبط جدا بجدي, لان جدي طبعا زي ما معروف ان هو عمل اعمال كتيره جدا لحرب اكتوبر. فانا ده الجزء الاولاني اللي كان دايما يوم 6 اكتوبر ده بقى احسه مرتبط بجدي من وانا صغير يعني. وطبعا ذكرى وفاته 14 اكتوبر, فهو شهر مش شهر مفضل يعني, وبتضايق اكيد لما بتقرب الذكرى لان الذكرى اكيد سيئه بالنسبه لي, وبدعي ربنا يرحمه ويغفر له باذن الله. ايه اكتر المواقف اللي كان دايما على طول في بالك؟ يعني هي اصل المواقف دي كتيره جدا, اصل ده جدي عايشين في بيت واحد, فانا مواقف كتيره جدا ممكن اقعد اتكلم فيها هنا ساعه, فيعني ما فيش حاجه بعينها اقدر اقولها لك ان هو ده الموقف, لان مواقفه كتيره جدا يعني. هو كان قريب جدا منك احفاد وعلاقتنا كانت قويه, فمواقف كتيره جدا اقدر اتكلم فيها يعني. ممكن في يوم من الايام تمثل الكتيره الذاتيه بتاعته؟ يعني ده شرف كبير جدا ليا, اتمنى طبعا ان اعمله, وهيبقى تحدي كبير جدا لو ده حصل, بس انا ما اظنش ان ده ممكن يحصل لان ما اعتقدش ان الاسره يعني متحمسه انها تعمل حاجه زي دي, بس انا لو ده حصل هبقى طبعا اسعد في الدنيا ان اعمله. اعملك الفتره الجايه والله زي ما قلت لك لسه ما فيش حاجه انا يعني مضيتها غير والفيلم يعني لسه ما في بالك, ما فيش تفاصيل اقدر اتكلم فيها. مش خايف تجربه ان انت تشارك محمد رمضان وان في هجوم محمد رمضان؟ والله لا, لان زي ما في اي فنان عليه هجوم, محمد رمضان في الشارع محبوب جدا يعني, احنا ما يبقاش مقياسنا السوشيال ميديا بس, لا الراجل محبوب جدا في الشارع, وانا ماليش دعوه بالناس بتنتقده في ايه, انا بتعامل مع بني ادم محترم جدا متواضع جدا نجم كبير و ممثل قوي جدا, فما يهمنيش يعني الحاجات اللي الناس مختلفة فيها دي, ما مش بتاعتي انا, ما تخصنيش انا يعني.